في ملفات كده قديمة وجديدة في نفس الوقت، لأنه لما نتكلم عن منظومة التعليم وتحديدا ملف التعليم الفني، مش لأول مرة الناس تتكلم عن أهمية التعليم الفني، ولازم نطور التعليم الفني، ولازم نغير الصورة الذهنية للطالب اللي بيدخل ثانوي فني، وانه لما بيخرج بعد كده هل بيلاقي فرصه عمل، هل بيكون مدرب، هل يعني بيدرس حاجه اصلا، هل بينجحوه خلاص. دلوقتي على ما اعتقد الظرف اختلف، في مشروعات قوميه بتحصل، في مصانع بتقول احنا محتاجين عمال وما بنلاقيش عماله مهره ولا مدربه، ودي برضو من ناحيه تانيه مسؤوليه المصانع، لان لما بنقول عايزين نطور التعليم الفني فلازم يكون في تعاون ما بين الوزاره مع المصانع في المساله دي، خدوا الطلاب دربوهم ويبقوا بتوعكم بعد كده. على كل الاحوال احنا لما فتحنا الملف ده قبل كده سمعنا كلام كويس، سمعنا انه لا احنا عندنا يعني رؤيه وبدانا زي ما دكتور احمد اللي مشرفنا النهارده دكتور احمد الجيوشي نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني قال لنا عندنا الرؤيه، بدانا اشتغلنا وهنطور، لانه علشان البلد دي تشتغل صح اول حاجه نهتم بالتعليم الفني. مساء الخير يا دكتور احمد، اهلا وسهلا. مساء الخير استاذه لبنى، مساء الخير دكتور ممتاز، وانا يعني سعيد لظهوري معاكم مره ثانيه ويعني ثالثه ربما. احنا اللي سعداء. وطبعا مساء الخير على كل المشاهدين الكرام، ومساء الخير على كل مصر. اهلا وسهلا بيك. الاول كده احنا محتاجين نفهم الوضع، يعني بشويه ارقام واحصائيات، عندنا كام طالب في التعليم الفني؟ حضرتك بتقول لي بدانا، طيب غيرنا ايه؟ زودنا؟ اشتغلنا ازاي على المدارس؟ اتفضل. سريعا جدا، انا عارف ان الوقت ساعات دايما هيداهمنا، لكن لان ده منظومه ضخمه جدا وعاوزين نقول اخبار كويسه جدا لناس لا تعني ان احنا طورنا التعليم الفني، لسه قدامنا رحله طويله جدا. لكنه اعتقد انه منذ ان وضعت الماده 20 من الدستور في الدستور 2014 ولاول مره الدستور يتكلم عن ماده خاصه بالتعليم الفني، اصبح هذا هو عنوان الحقيقه، ان الدوله تهتم بالتعليم الفني. بالتالي انعكس ذلك في رؤيه مصر 2030، واصبحت هي مش بس في التعليم، لا اصبحت رؤيه مصر 2030 هي خطه الدوله للارتقاء بكل المحاور الاقتصاديه والخدميه في مصر. وبالتالي حكايه ان احنا ما عندناش خطه، لا عندنا، اصبح عندنا خطه ورؤيه. والرؤيه هي رؤيه، هي حلم بخطوط عريضه للحلم، وعلى التنفيذيين ان يحولوا هذا الحلم الى خطط تنفيذيه بمشروعات محدده لكي نصل الى اهداف هذه الرؤيه. تمام. ويمكن زي ما حضرتك شايفين كده انه رؤيه 2030 محدده ثلاث اهداف رئيسيه اللي هي قدامنا دي. اوكي، هنشرحها بقى بعد اذنك. في ثلاث اهداف رئيسيه على اليمين. أيوة. اول هدف هو ان يكون التعليم الفني وفق معايير جوده عالميه. ايوه، هذه العباره البسيطه جدا دي بترتب علينا بقى تفاصيل لا حصر لها. الهدف الثاني هو ان تتاح فرصه التعليم الفني بمعايير عادله وتكافؤ فرص، بمعنى لما نقدم خدمه تعليم فني لاولادنا في مصر تقدم بذات الجوده، بذات الجوده، وده مهم جدا في كل مكان في مصر، من شرق لغرب، شمال لجنوب. ده معيار مهم جدا في معايير الجوده من وجهه نظر رؤيه 2030. تمام. ثالث حاجه لما نعمل الاثنين دول يبقى في عندي جوده عالميه، معايير جوده عالميه، وعندي معايير عادله وتكافؤ فرص في الخدمه، تقديم الخدمه، مباشره تنعكس ده على تنافسيه المنتجات، سواء كان مخرجات خريجين يعني او مؤهلات، بمعنى انه هذا الولد والبنت المخرجين من هذه المنظومه وفق هذه المعايير على طول هيبقى عنده فرصه ان يشتغل مش بس في مصر، لا في الاقليم وكمان في العالم.